السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الدكتور أحمد الدسوقي. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الجزء الأول من شابتر 5 اللي بيتكلم عن كاينيماتكس في ريجيد بودي. قبل ما نبدأ أنا محتاجين بس نستعيد الذاكرة تاني في جزء الداينامكس في الأربع شباتر اللي خدناهم قبل كده. كنا بنتكلم على كاينيماتكس وكاينيتك للبارتكل. فكنا بنتكلم على كايناماتكس، كنا بنقول ان بندرس البوزيشن بتاع الجسم والفلوستي والاكسلريشن للبارتكل دي، والكاينيتكس دي وكاينيتك لما كان معايا الجسم بيتحرك تحت تأثير قوة. فبقول ان انا بدرس الجسم من خلال الكاينيتكس اللي انا خدتها في شابتر 2 و 3 و 4 اللي هي بطريقة النيوتن وبطريقة الورك والانرجي وبطريقة المومنتم. والاربع شباتر دول كانوا بيتكلموا على البارتيكل، يعني بارتيكل كنت بدرس السرعات والعجلات للجسم بحيث ان الجسم كله بيتحرك بسرعة وعجلة واحدة، مفيش الجسم جزء منه بيتحرك بسرعة والجزء التاني بيتحرك بسرعة مختلفة. انما دلوقتي في الباب الخامس ده هتكلم على الكاينيماتكس اوف ريجيد بودي، والشابتر اللي بعده هتكلم على الكاينيتكس للريجيد بودي. فانا بتكلم على ريجيد بودي معناه ان انا همسك الجسم، كل نقطه على الجسم وليكن انا عندي حاجه بالشكل ده، كل نقطه مثلا وليكن على اللينك اي بي، كل نقطه منها ليها سرعه وعجله مختلفه. فلما اجي ادرس هنا مثلا يبقى النقطه بي دي هيبقى لها سرعه وعجله، لو جيت على النقطه دي يبقى لها سرعه تانية وعجله تانية. فبالتالي بدرس عند كل نقطه في الجسم او في السيستم اللي عندي سرعتها قد ايه وعجلتها قد ايه. ولو كان بيأثر عندي قوه كمان خارجية، فكنت بقول ان القوة دي في البارتيكل، كنت بقول القوة دي ما يهمنيش نقطة تأثيرها فين. لكن لما اجي اتكلم على ريجيد بودي لا، ده انا يهمني القوة دي بتأثر فين بالظبط على الجسم. ده الاختلاف ما بين الريجيد بودي والبارتيكل. طيب مبدئيا كده عشان نجيب القوانين بتاعتنا، انا لو انا عندي جسم كده وليكن عليه نقطتين، هي نقطة A ونقطة B، ورصدت حركتهم من النقطة O، المسافة من النقطة O دي يعني لغاية النقطة A دي بسميها ال RA، والمسافة من النقطة O للنقطة B بسميها ال RB، والمسافة ما بين ال B وال A بنسميها ال RB بالنسبة ل A. طيب أنا عارف إن في مثلث اتجاه، إن لو عندي مثلث بالشكل ده مثلث متجه بالشكل ده، فيبقى أنا عندي الاتنين اللي في اتجاه دوري واحد بتساوي المحصلة، أو بمعنى أصح إن المحصلة بتساوي مجموع الاتنين اللي في اتجاه دوري واحد. ده كده المثلث الاتجاهي. فيبقى انا عندي المحصله بتاعتي هي ال ار بي تساوي الاثنين اللي في اتجاه دوري واحد، اللي هي عباره عن ار اي زائد ار بي بالنسبه لاي. فيبقى انا عندي ان ال ار بي بتساوي ال ار اي زائد ال ار بي بالنسبه لاي. طبعا لو فضلت المعادله دي هتديني سرعه بي بتساوي سرعه اي زائد سرعه بي بالنسبه لاي. وكمان لو رجعت فضلت السرعة هتديني ان العجلة بي بتساوي العجلة بتاعت ايه زائد عجلة بي بالنسبة لإيه. المعادلات دي بنسميها معادلات لجنرال بلين موشن، او لو كان الجسم بيتحرك في مستوى فيبقى انا كده دي المعادلات الجنرال للموشن اللي عندي او حركة الجسم اللي عندي. طيب تعالى نمسك بقى كده المعادلات اللي انا جبتها دي ونشوف ايه الترمات اللي موجوده فيها. فبيقول ان ال VB بيساوي VA زائد VB بالنسبه ل A. لو انا عندي جسم كده عليه نقطتين A و B وبيتحركوا في خط مستقيم حركه بالشكل اللي انت شايفه ده كده، فبالتالي هتبص تلاقي ان سرعه B وسرعه E طول ما هما ماشيين هتلاقي ان سرعه B تساوي سرعه E طول ما الجسم ماشي كده، لان الجسم كده بيتحرك في خط مستقيم يعتبر، فدايما النقطتين دول سرعتهم هي نفس سرعه الجسم كله، فبالتالي يبقى سرعه B بتساوي سرعه E. إذا سرعة B تساوي سرعة A لو كان الجسم بيتحرك في خط مستقيم بالشكل ده. طيب VB بالنسبة لـ A دي خاصة بالروتيشن زي ما هتكلم عليها كمان شوية. يبقى لو أنا عندي الجسم بيتحرك حركة ترانسليشن فقط، تبقى سرعة B تساوي هي نفسها سرعة A. وبنفس الطريقة العجلة B تساوي عجلة A زائد عجلة B بالنسبة لـ A. لو الجسم ده بيتحرك في خط مستقيم بالشكل ده أو حركة ترانسليشن، فيبقى عجلة B تساوي عجلة A، والترم ده هيبقى بيساوي صفر لأن الترم ده هو الخاص بالروتيشن حوالين نقطة ثابتة، فيبقى عجلة B تساوي عجلة A. طيب أنا دلوقتي خدت لو كان الجسم بيحصل له حركة ترانسليشن، طيب لو الجسم ده بيحصل له حركة روتيشن بس حوالين فيكسد أكسس أو فيكسد بوينت، هتكلم الأول على الفيلوستي. لو أنا عندي جسم كده عليه نقطتين A و B
وهفترض ان البي ده هي او الجسم ده كله بيلف حوالين نقطة ايه، يعني نقطة ايه دي دلوقتي هيحصل حواليها الجسم كله هيدور حوالين النقطة ايه، تمام كده؟ طيب هيدور بحاجة اسمها انجولار فيلوسيتي بنسميها او بنرمز لها بالرمز اوميجا، وانجولار اكسلريشن هنرمز لها بالرمز الفا، تمام كده؟ وهنعرف ايه هما الاتنين دول بالظبط كمان شوية. انا عندي الاوميجا دي او الانجولار فيلوسيتي دي هتلف حوالين، يا اما لو انا بتكلم في بلين بقى هتبقى الاوميجا دي هتبقى دايما في اتجاه كي، يا اما موجب كي يا اما سالب كي على حسب قاعده اليد اليمنى، اللي هي في لو انا بتكلم عن ان هو بيلف عكس اتجاه عقارب الساعه هتبقى موجب، وفي اتجاه عقارب الساعه هتبقى سالب. دايما لما انا بلف حوالين فيكسد بوينت كده او فيكسد اكسس كده انا بحب اعمل الشكل اللي انا بشوفه ده كده، ان الدوران هيبقى حوالين النقطه الثابته دي كده، وانا عايز ادرس وليكن سرعه بي اللي بتلف حوالين نقطه ايه، فبرسمها بالشكل كده. اعتبر ان الجسم ده كده بيطلع منه خط كده او لينك كده، واللينك ده هيلف حوالين النقطه ايه او الفيكسد بوينت ايه دي، تمام كده؟ وهبدا ادرس سرعه بي. طيب الجنرال المعادله الجنرال فبتقول لي ان الفي بي، ان انت عايز تحصل على سرعه بي، يبقى الفي بي دي بتساوي سرعه ايه في اي زائد في بي بالنسبه لاي. طيب في اي دي احنا خدنا ان لو الفي بي الترم ده هو بتاع الترانسليشن، هل النقطه ايه سرعه ايه بتعمل حركه ترانسليشن يعني بتتحرك في خط مستقيم؟ لا طبعا، انا بقول ان الدوران هيبقى حوالين نقطه ايه، اذا الاي دي تعتبر فيكسد، فبالتالي يبقى سرعة ايه ملهاش لينير او ترانسليشن فيلوسيتي، يبقى في ايه بتساوي صفر، وبالتالي يبقى سرعة بي كلها الجزء ده كده هو الخاص بالروتيشن، يبقى سرعة بي مش هيحصل سرعة غير سرعة روتيشن فقط اللي هي اسمها في بي بالنسبة لاي. اذا الفي بي تساوي في بي بالنسبة لاي. طيب في بي بالنسبة لاي دي بتساوي ايه، او السرعة اللي هتنتج نتيجة الدوران دي بتساوي ايه، قيمة الأوميجا اللي هيلف بيها اللي هتلف بيها النقطة بي حوالين النقطة إيه الأوميجا دي مضروبة في المسافة أو الآر بي بالنسبة لإيه، المسافة اللي ما بين إيه وبي، بس طبعا هضرب ضرب كروس، تمام كده؟ يبقى عبارة عن آر بي بالنسبة لإيه، وآر بي بالنسبة لإيه هي تعتبر اسمها آر إيه بي، ولو أنا بتكلم في 3 دايمنشن أو حتى في 2 دايمنشن ومعايا إحداث النقطة بي ومعايا إحداث النقطة إيه، يبقى ار اي بي هي عبارة عن إحداث البي ناقص إحداث الإي، زي ما كنا بنعمل في الاستاتيكا بالظبط بالنسبة للفورس. فكنت بقول إن اف اي بي بتساوي إحداث البي ناقص إحداثي الإي. فيبقى أنا عندي كده السرعة الدورانية الفي بي ملهاش ترانسليشن، لو أنا بتكلم على كده على الجسم بيلف فقط روتيشن يبقى الترانسليشن بتاعي بيساوي صفر، وهيبقى الجزء الثاني الخاص بالروتيشن اللي هي هتساوي اوميجا كروس ار. طيب لو جيت اتكلمت بقى، لو بصينا للمعادلات دي هبص الاقي ان هي كانت شبيهه بالظبط لما كنت بتكلم على الجسم لو كان بيتحرك في ار وسيتا، متجهات الار وسيتا بتاعتي، لو انا عندي اللينك كده كان ده متجه الاي ار سواء لجوه او لبره، والاي سيتا كان عمودي عليه، فيبقى انا كنت عندي ان الفي بي كان بيساوي ار دوت في اتجاه الاي ار زائد الار في سيتا دوت في اتجاه الاي سيتا، بس انا عندي اتجاه الاي ار مش متغير، الار هنا هتبقى عندي كونستنت مش هتتغير، نقطه بي مش المسافه بتاعتها مش هتتغير في اتجاه الار، يبقى الجزء ده كده يعتبر بقى بصفر. طيب هيبقى ايه ار في سيتا دوت في اتجاه الاي سيتا، الار خلاص هي نفس الار اللي هنا اهي. طيب سيتا دوت دي اللي هي ايه، سيتا دوت دي هي تفاضل السيتا بالنسبه للزمن، تفاضل السيتا بالنسبه للزمن، السيتا دي لما بتتغير كده وبتمشي في الاتجاه ده فما بتتغير مع الزمن تديني الاوميجا او الانجولار فيلوسيتي اللي انا بتكلم عليها، يبقى الانجولار فيلوسيتي هي عباره عن دي سيتا باي دي تي، بس طبعا هنا انا كنت بضرب بقول ان ار في سيتا دوت هي اساسا سيتا دوت كروس الار لما اجي اضربها ضرب اتجاهي، فيبقى انا عندي الفي بي عباره عن اوميجا او دي سيتا باي دي تي اللي هي الاوميجا كروس الار اللي عندي ده في اتجاه السيتا لو انا كنت بتكلم على متجهات الاي سيتا والاي ار. طيب هبدا اتكلم برضه على الروتيشن اباوت فيكسد اكسس حوالي، بس بالنسبه للاكسلريشن، فلو انا عندي الجسم برضه كده وعايز اجيب اكسلريشن بتاعه بوينت بي، فيبقى حوالين لو بتلف حوالين فيكسد بوينت اللي هي ايه، يبقى انا عندي اكسلريشن بي بتساوي لو هنسيبها لنقطه ايه يبقى هي عباره عن اكسلريشن ايه زائد اكسلريشن بي بالنسبه لايه. لو انا بلف فقط حوالين النقطه ايه والنقطه ايه فيكسد يبقى انا عندي كده ان اكسلريشن ايه الترانسليشن دي هتبقى بتساوي صفر، دي كده الجزء ده هيبقى بتساوي صفر، يبقى مش فاضل لي فقط غير الروتيشن اللي هي اكسلريشن بي بالنسبه لايه.
طب تعالى نجيب كده، انا عندي الاي بتساوي ايه؟ تفاضل السرعه بالنسبه للزمن. يبقى انا عندي تفاضل بالنسبه للزمن للسرعه اللي هي بتساوي اوميجا كروس ار اللي احنا لسه واخدينها من شويه، ده كده للروتيشن. طيب من هنا اقدر اجري عمليه التفاضل، يبقى دي حصل ضرب دالتين، فيبقى عندي الاول في تفاضل التاني زي التاني في تفاضل الاول. يبقى انا ثبت الار، يبقى انا عندي دي اوميجا باي دي تي كروس الار زائد الاوميجا، وفاضل بعد كده بالنسبه للار، افاضل الار بالنسبه للزمن، يبقى دي ار باي دي تي. تفاضل الاوميجا بالنسبه للزمن ده يديني الانجولار اكسلريشن الالفا، يبقى عندي الالفا هي دي اوميجا باي دي تي اللي هي الانجولار اكسلريشن كروس الار زائد الاوميجا في دي ار باي دي تي تفاضل المسافه بالنسبه للزمن يديني ايه؟ يديني السرعه، حسب ان الالفا دي هي عباره عن دي اوميجا باي دي تي. طيب يبقى انا كده خدت الروتيشن حوالين فيكسد بوينت بالنسبه للفلوستي. طيب لو انا هعمل بقى الروتيشن حوالين فيكسد بوينت للاكسلريشن، فيبقى انا بتكلم ان الاكسلريشن ايه بيساوي اكسلريشن بي زائد اكسلريشن بي بالنسبه لي. طبعا لو انا بيحصل ترانسليشن مفيش ترانسليشن، يبقى الجسم ده بتساوي صفر. بالنسبه للروتيشن بقى اكسلريشن بي بالنسبه لاي دي اللي انا هكتبها دي، يبقى انا عندي الاكسلريشن بي بالنسبه لاي دي ليها جزئين، الفا كروس الار زائد اوميجا كروس في. الفا كروس الار دي بسميها العجله التانجنت، واوميجا كروس في دي هي العجله النورمال. طب بعمل انا ايه؟ انا هبص كده، انا برضه هلف حوالين البي دي، هلفها حوالين نقطه A، والاي دي تعتبر هي الفيكسد. فلما باجي الف حوالين النقطه A فبيظهر عندي عجله التانجنت وبيظهر عندي العجله النورمال. قيمه العجله التانجنت هي عباره عن الفا كروس ار، وقيمة العجلة النورمال هي عبارة عن اوميجا كروس الفي، والفي طبعا هي عبارة عن اوميجا كروس ار، يبقى انا ممكن افك الفي دي يبقى عبارة عن اوميجا كروس ار، يبقى العجلة النورمال عبارة عن اوميجا كروس اوميجا كروس ار. تمام كده؟ ويبقى عندي العجلة دي بالنسبة لاي بقى دي هي عبارة عن دي زائد دي اللي هي عجلة التانجنت زائد العجلة النورمال. يبقى بالنسبة للسرعة، السرعة دايما تانجنت فقط. تمام كده؟ وقيمتها اوميجا كروس ار. بالنسبة للعجلة هبص ده طبعا الروتيشن، بالنسبة للعجلة هيظهر عندي مركبتين، عجلة في اتجاه التانجنت وعجلة في اتجاه النورمال. العجلة اللي في اتجاه التانجنت دي عبارة عن الفا في ار، والعجلة اللي في اتجاه النورمال عبارة عن اوميجا في في اوميجا كروس الفي او اوميجا كروس اوميجا كروس الار، او لو انا عايز اجيب الماجنتيود بتاعها هيبقى عبارة عن اوميجا سكوير في ار. تمام كده؟ طيب لو انا هتكلم بقى على الروتيشن اباوت فيكسد اكسس ان بلين في مستوى، لو انا هتكلم الجسم ده بيتحرك في مستوى، تمام كده، انا ممكن اقدر اجيب السرعه كماجنيتيودو دايركشن بدون ما اضرب ضرب كروس. ازاي؟ لو انا عندي مثلا النقطه بي اهي هتلف حوالين النقطه اي، فانا عارف ان السرعه دايما تانجنت للمنحنى، لان ده لو لف هيعمل نص دايره كده نص قطرها الار، فبالتالي يبقى الفي عندي هنا هتبقى دايما ممثيه دي الخط اللي بيعمله او المنحنى اللي هيعمله اللينك اي بي. فيبقى انا لو انا بتكلم على الفلوستي يبقى هيبقى لها ماجنتيود ولها دايركشن. الماجنتيود بتاعها عباره عن اوميجا في ار، لو انا عايز اجيبها بضرب كروس يبقى عباره عن اوميجا كروس ار، لو انا عايز اجيبها ماجنتيود رقم في رقم يبقى الفي عباره عن اوميجا في ار. اضرب مثلا الاوميجا مثلا قيمتها ب 9 والار قيمتها ب 2 يبقى اضرب 2 في 9 على طول. طب الدايركشن بتاعها بقى، انا جبت الماجنتيود، طب انا عايز اعرف هي السرعه دي في انهي اتجاه. دايما هتلاقيها عمودي على اللينك اي بي او عمودي على الخط اي بي وفي اتجاه الاوميجا. لو الاوميجا بتلف كده او عكس اتجاه عقارب الساعه يبقى الفي رايحه معاها، لو الاوميجا بتلف في اتجاه عقارب الساعه يبقى الفي دي هتلاقيها تحت كده عموديه على الاي بي وفي اتجاه الاوميجا. دي كده بالنسبة للفلوستي في بلين لو انا مش عايز اضرب ضرب كروس، يبقى انا ممكن اجيب الماجنيتيود بتاع الفلوستي على طول اللي هو عبارة عن اوميجا في ار، والدايركشن بتاعها عارف ان هي عمودي على اللينك اي بي وفي اتجاه الاوميجا. بعض المسائل يجي يقول لك ايه؟ طب انا عارف السرعة اتجاهها فين؟ تقدر تعرف لي اتجاه الاوميجا؟ طالما اتجاه السرعة في الاتجاه ده يبقى اكيد الاوميجا لازم تبقى هي اللي هتخلي السرعة في الاتجاه ده، اذا الاوميجا لازم تبقى اتجاهها هو الاتجاه ده. طب لو السرعة عندي لتحت كده يبقى لازم الأوميجا عندي في اتجاه عقارب الساعة الأسفل كده بتلف كده. طيب بالنسبة للأكسلريشن، فأنا عندي الأكسلريشن لو أنا بلف حوالين نقطة ثابتة فيبقى عجلة بي بالنسبة لإيه
ليها جزء نورمال وليها جزء تانجنت. جزء النورمال بقدر اللي هي عبارة عن اوميجا كروس، اوميجا كروس الار او الاوميجا كروس في دي اللي هي العجلة النورمال، تمام كده. اقدر اجيب الماجنيتيود بتاعها واقدر اجيب الدايركشن بتاعها. لا لو مش عايز اضرب ضرب كروس زي ما احنا شايفين فوق كده، عايز اجيب رقم في رقم. يبقى لو انا الماجنيتيود بتاعها عبارة عن اوميجا سكوير في ار او اوميجا في، اوميجا تربيع هنا في ار او اوميجا في كده الماجنيتيود، بس انا برضو محتاج اعرف الدايركشن بتاعها. اتجاه النورمال دايما هتلاقيه من النقطة اللي انا بتكلم عنها ورايح للسنتر اللي انا بلف حواليه، يبقى ده كده اتجاه النورمال. يبقى انا عندي حاجة بالشكل ده كده، دايما اتجاه النورمال هيبقى رايح من البي للاي، ده كده اتجاه العجلة النورمال. طب بالنسبة للعجلة التانجنت هي عبارة عن الفا في ار. طب لو انا عايز اجيبها في البلين، لو انا عندي بلين وعايز اجيبها اضربها ضرب عادي، يبقى انا عندي الماجنيتيود بتاعها عبارة عن قيمتها الفا في ار، الدايركشن بتاعها عمودي على اللينك اي بي بس في اتجاه الالفا مش في اتجاه الاوميجا زي السرعه، السرعه كانت عمودي على اللينك وفي اتجاه الاوميجا. هنا بقى بالنسبه للاكسلريشن هتبقى في اتجاه الالفا. يعني لو انا عندي جسم كده او اللينك ده الالفا بتاعته في الاتجاه ده، يبقى عجله التانجنت بتاعتها هتبقى في الاتجاه ده، وفي الاتجاه ده لانها عمودي على اللينك اي بي او عمودي على الخط اللي واصل ما بين الاي والبي وفي اتجاه الالفا. طب السرعه هتبقى فين هنا؟ هتبقى السرعه في الاتجاه ده. معنى ان الاوميجا هتبقى في اتجاه والالفا في اتجاه، الاوميجا في اتجاه والالفا في اتجاه، يعني الجسم ده بيلف في الاتجاه ده بس بعجله تناقصيه. يعني الجسم ده طول ما هو بيتحرك كده العجله بتاعته عجله بالسالب. دي كده في بعض المساجي، في بعض المسائل يجي يقول لك ايه ان السبيد ديكريز ات كونستانت ريت بمقدار مثلا 5 متر بير سكند تربيع. 5 متر بير سكند تربيع دي انا عارف ان هي دي اكسلريشن، تمام كده. لما بتقل بمقدار 5 متر بير سكند تربيع معناها ان لو انا عارف قيمه الاوميجا وليكن في الاتجاه ده، يبقى الالفا على طول عكس الاتجاه لانها عجله تقصيريه. فبالتالي لو انا عندي الشكل ده كده، يبقى العجله التانية عندي هتبقى عموديه على اللينك ده وفي اتجاه الالفا اللي هي في الاتجاه ده. يبقى كده عندي الجسم ده في الاتجاه ده. اذا العجله النورمال من النقطه لغايه السنتر، العجله التانجنت عمودي على اللينك وفي اتجاه الالفا على حسب اتجاه الالفا بتلف في اتجاه عقارب الساعه او عكس اتجاه عقارب الساعه. هدي مثال بسيط كده. لو انا عندي وليكن زي ترسين كده بيلف، الاولاني بيلف حوالين النقطه A والتاني بيلف حوالين النقطه C، وليكن بمعلومات اوميجا A هيديها لي معطى، وعجله A الار A هيديها لي الراديوس بتاع A هيديه لي، والراديوس بتاع C هيديه لي وهيديني الفا A كمان. هيجي يطلب منك يقول لي ايه، هات لي الاوميجا بتاعت C والالفا بتاعت C وهات لي السرعه اللي ما بينهم، وهات لي عجله سي كمان اللي هنا، وهات لي عجله ايه اللي هيمشي بيها عند نقطه التماس هنا. طيب الملحوظه الوحيده اللي هنا اللي احنا عايزين نتكلم عليها، ان اي جسمين بيتلامسوا او بيتحركوا على بعض بدون انزلاق، نقطه التلامس اللي ما بينهم دي ليها نفس السرعه. يعني السرعه عند النقطه دي بالنسبه للديسك ايه ده تساوي السرعة عند نفس النقطة دي بالنسبة للديسك سي. النقطتين ليهم نفس السرعة، وطالما ليهم نفس السرعة يبقى ليهم نفس العجلة التانجنت. التانجنت مش ليست العجلة النورمال ولا العجلة الكلية، نفس العجلة التانجنت، لأن العجلة التانجنت هي تفاضل السرعة بالنسبة للزمن، وأنا معايا السرعة نفس السرعة، إذا بالتالي يبقى العجلة التانجنت بالنسبة لهم واحدة. طيب هاجي هنا لو أنا عايز أجيب، لو أنا حللت الجسم ده كده أهو زي ما إحنا شايفين كده، يبقى الأولاني ده بيلف اوميجا ايه عند النقطه دي، وليكن هسميها النقطه بين نقطه التلامس ما بينهم دي. طالما الاوميجا بتلف كده يبقى السرعه عند النقطه دي لازم تبقى عموديه على اللينك ده، او على عموديه على اللينك بي اي ده، او على عموديه على الخط بي اي وفي اتجاه الاوميجا، يبقى في الاتجاه ده. اذا الفي بي انا عرفت اتجاهها خلاص. طيب لو انا عايز احسب في بي انسبها النقطه، وليكن هنسيبها لنقطه ايه اللي هي الفيكس دي، يبقى الفي بي عندي تساوي في اي زائد في بي بالنسبه لاي، انا هنسبتها لنقطه اي. طيب سرعه اي الترانسليشن بكام؟ بصفر، لان هو الاي دي مش هتتحرك ترانسليشن، ده هيلف الجسم كله او الديسك ده كله هيلف حواليها، فبالتالي في اي بتساوي صفر. هيبقى بالنسبه لي الفي بي هي عباره عن في بي بالنسبه لاي فقط، وفي بي بالنسبه لاي هو ده جزء الروتيشن. اذا بالتالي الفي بي اللي هي بتساوي في بي بالنسبه لاي عباره عن اوميجا بتاعت اي
في ار بتاعت اي، ده كده الماجنيتيود بتاعها. طب والدايركشن انا عارف ان هي هتبقى عموديه على ده وفي اتجاهها لاسفل. طيب انا كده جبت الفي بي، طيب مش الفي بي دي اللي هنا دي اللي انا جبتها نتيجه الديسك ده هي نفس السرعه للديسك التاني؟ طيب اذا الفي بي دي عباره عن ايه برضو؟ عباره عن اوميجا بتاعت سي في الار بتاعت سي. طب الاوميجا بتاعت سي دي هتبقى في انهي اتجاه؟ افرض انا مش عارفها كده مش كاتبها، هبص الاقي ان الفي بي في الاتجاه ده، اذا لازم عشان السرعه بالنسبه للديسك ده عشان السرعه دي توصل للاتجاه ده اذا لازم الاوميجا تلف كمان هي كمان في الاتجاه ده. اذا اقدر اجيب الاوميجا بالنظر كده لو انا عارف ان الفي بي في الاتجاه ده يبقى الاوميجا بتاعتها هتبقى في الاتجاه الاسفل اللي احنا شايفينه ده. فبالتالي الفي بي اللي انا عارفها دي بالنسبه للديسك ده هي عباره عن اوميجا بتاع الديسك ده في الار بقى من النقطه سي لغايه النقطه بي اللي انا سميتها ار سي. وبالتالي معايا ده ومعايا الار سي ده انا لسه جايبها اقدر من خلالها احصل على الاوميجا، اوميجا سي اللي هو ما كانش مديها لي. اذا من خلال الاوميجا دي قدرت تحصل على السرعه، وبما ان السرعه عند نقطه التلامس للجسمين دول هي واحده اقدر تحصل على الاوميجا اوميجا سي. طيب لو انا عايز اجيب الاكسلريشن عند النقطه دي عند النقطه بي دي فانا ممكن انسب الاكسلريشن اللي انا عايز احصل عليها دي لنقطه ثانيه معلومه وليكن الاكسلريشن بتاعت ايه. فيبقى انا عندي اكسلريشن بي بتساوي اكسلريشن ايه زائد اكسلريشن بي بالنسبه لاي. طبعا اكسلريشن ايه بكام؟ ترانسليشن بتاعها بصفر لان مش الاي مش هتتحرك حركه ترانسليشن. فيبقى اكسلريشن بي تساوي اكسلريشن بي بالنسبه لاي على طول اللي هي الجزء الخاص بالروتيشن حوالين نقطه اي. طيب الاكسلريشن بي بالنسبه لاي دي في جزء منها نورمال وجزء منها تانجنت. لو انا بتكلم على الديسك الاولاني الديسك الاي ده بالنظر كده اقدر اعرف على طول فين اتجاه النورمال وفين اتجاه التانجنت. اتجاه النورمال لو انا مديك الالفا كده يبقى اتجاه التانجنت على طول لازم ابقى عارف ان هو الاعلى. ليه؟ لان الالفا بتلف كده فهتيجي عند النقطه دي هتخليها تطلع لاعلى كده، يبقى دي كده الاي عجله بي تانجنت. وعجله بي نورمال طبعا من النقطه بي رايح للسنتر بتاعي يبقى عجله النورمال في الاتجاه ده. اذا كمتجهات انا عرفت المتجهات بتاعت النورمال والتانجنت بالنظر على طول اقدر اعرفهم فين. كده العجله النورمال وعجله التانجنت كدايركشن انا عرفتهم. طيب بالنسبه للماجنتيود انا عندي العجله بي نورمال عباره عن اوميجا سكوير في الار اي. الاوميجا بتاعت اي دي تربيع في الار اي او بتساوي الاوميجا بتاعت اي في الفي بي السرعه عند النقطه بي. ما انا عارف السرعه عند النقطه بي يبقى عباره عن السرعه في الاوميجا اللي بيلف بيها الجسم ده. طب والعجله التانجنت عباره عن الالفا بتاعت اي اللي هو هيديها لك دي في الار اي المسافه دي. اذا بالتالي انا قدرت احصل على عجله بي اللي هي بتساوي عجله بي بالنسبه لاي اللي هي اللي هيحصل فيها الروتيشن فقط. طيب بالنسبه لديسك سي، بالنسبة لديسك سي هبص كده الاقي ان العجلة التانجنت طالما النقطة دي متصلة ما بين الاتنين اذا السرعة ليهم واحدة والعجلة التانجنت كمان واحدة كماجنتيود ودايركشن. فبالتالي العجلة التانجنت على الديسك اي كانت لأعلى يبقى لنفس النقطة نقطة التلامس على الديسك بي ايضا هتبقى الأعلى وليها نفس الماجنتيود. يبقى العجلة البي تانجنت دي لو انا هدرس بقى العجلة بي عايز احصل على عجلة بي بس على الديسك التاني على الديسك سي دي فاقدر انسب العجله بي دي للديسك سي يبقى عجله بي تساوي عجله سي زائد عجله بي بالنسبه لسي. بس عجله سي بكام؟ بصفر. ترانسليشن مش هتحصل حركه ترانسليشن زي ما قلت هنا بالظبط. عجله اي بتساوي صفر برضو عجله سي هنا عند النقطه سي دي برضو بتساوي صفر. مش هيبقى غير عجله بي بالنسبه لسي اللي هي هتنقسم لجزئين جزء نورمال وجزء تانجنت اللي هي اللي فيها الروتيشن. النورمال دايما عارف ان هي من النقطة رايحة على السنتر، طبعا النقطة بي دي على الديسك ده السنتر بتاعها رايح للنقطة سي يبقى عرفت اتجاهها هي كمان النورمال اتجاهه في الاتجاه ده. والتانجنت انا عارفه من فوق ان هو نفس الاتجاه ونفس الماجنتيود. طيب ايه تانجنت انا عارف قيمتها؟ طيب مش انا عارف قيمة الاي تانجنت؟ اي تانجنت بتساوي ايه بقى كمان؟ بتساوي ان الديسك التاني عبارة عن الفا بتاعت سي في ار سي. طب لو انا مش عارف اتجاه الالفا مش دي طالعه لفوق اذا لازم الفا زي الاوميجا بالظبط لازم الفا تلف فين؟ لازم تلف في الاتجاه ده كده اللي هو عكس اتجاه عقارب الساعه عشان تديني ان العجله التانجنت الاعلى. فبالتالي يبقى الالفا دي انا عرفت اتجاهها من خلال الرسمه. طيب لو انا عايز اجيب الماجنتيود بتاعها ما انا عندي قيمه دي موجوده ومعايا الار بتاعت البي سي او الار سي دي معايا
اذا بتلاقي العجله التانجنت بتاعت بي هي العجله التانجنت بتاعت بي على الديسك التاني هي بتساوي العجله الالفا الفا سي في الار سي. اذا بتلاقي الالفا سي دي عباره عن العجله التانجنت بتاعت بي على الار سي. من هنا اقدر احصل على قيمه العجله او الالفا سي الانجولار اكسلريشن. طيب لو انا عايز اجيب العجله النورمال، عجله النورمال عرفت اتجاهها ان هي من البي ورايحه للسنتر بيلف حواليه، والماجنتيود بتاعها عباره عن الاوميجا بتاعت السي تربيع اللي انا جبتها من فوق في الار سي، او عباره عن الاوميجا بتاعت سي في الفي بي اللي انا لسه جايبها السرعه بي اللي بيتحرك بيها الديسك ده. طيب لو عايزين نفهم بقى موضوع الاوميجا والالفا بشكل اوضح وعلاقاتهم ما بينهم وما بين بعض، فلو انا عندي كده وليكن لينك او مثلا لغايه النقطه دي طوله ار، وبيلف مثلا من النقطه دي كده بيلف من البوزيشن ده راح للبوزيشن ده فبيقطع الزاويه سيتا. كل شويه الزاويه سيتا دي بتقعد تتغير مع الزمن، فتغير السيتا مع الزمن ده هو بيديني قيمه اوميجا او الانجولار فيلوستي. يبقى انا عندي الانجولار فيلوستي هي عباره عن تغير السيتا بالنسبه للزمن اللي هو كنا بنقول عليها سيتا دوت. تمام كده؟ طيب يبقى انا عندي تفاضل الاوميجا دي اللي هي دي اوميجا باي دي تي دي هي الالفا، تغير الاوميجا بالنسبه للزمن هي الالفا. وممكن بقاعده السلسله اقول ان دي اوميجا باي دي تي دي هي عباره عن دي اوميجا باي دي سيتا في دي سيتا باي دي تي. دي سيتا باي دي تي دي اللي لسه واخدها اللي هي بتساوي اوميجا. طيب ودي اوميجا باي دي سيتا زي ما هي اهي، يبقى انا عندي الالفا دي بتساوي دي اوميجا باي دي تي او عباره عن اوميجا دي اوميجا باي دي سيتا، زي ما خدناها بالظبط قبل كده ان العجله بتساوي تفاضل السرعه بالنسبه للزمن، او ان العجله بتساوي السرعه في تفاضل السرعه بالنسبه لاكس. اذا الاكس خدت مكانها السيتا، والفي خدت مكانها الاوميجا، والعجله خدت مكانها الالفا. يبقى البوزيشن خد مكانه بدل اكس بقت سيتا، والفيلوستي اللي هي في خدت مكانها الانجولار فيلوستي اللي هي الاوميجا، والاكسلريشن اللي هي كانت ايه خدت مكانها الانجولار اكسلريشن اللي هي اوميجا الفا. لو بتكلم على يونيفورم اكسلريشن، لو جسمي بيتحرك بيونيفورم اكسلريشن، فمعنى كده ان قيمه الفا بتساوي كونستانت زي ما كانت العجله هناك بتساوي كونستانت. فلما كانت العجله جسمي بيتحرك تحت عجله ثابته فبقدر اطبق قوانين الحركه بتاعتي، بس انا هستبدل كل اكس بسيتا، وهستبدل كل في بانجولار فيلوسيتي اللي هي اوميجا، وهستبدل كل اكسلريشن اي بانجولار اكسلريشن هي الفا. فيبقى انا عندي ان الاوميجا بتساوي اوميجا نوت زائد الالفا في تي، زي ما كانت هناك الفي بتساوي في نوت زائد الاي في تي، بقت الاوميجا بتساوي اوميجا نوت زائد الالفا في تي. وبرده اوميجا سكوير بتساوي اوميجا نوت سكوير زائد 2 الفا في اكس، بس هنا اكس هيبقى عندي سيتا، ولو في مديني سيتا نوت او الزاويه الابتدائيه بتاعتي يبقى بطرح سيتا ناقص سيتا نوت. ويبقى انا عندي الاكس اللي هي سيتا ناقص سيتا نوت دي بتساوي اوميجا نوت في تي زائد نص الفا في تي تربيع. دي كده لو قال لي ان الجسم بيتحرك بيونيفورم اكسلريشن او قيمه الاكسلريشن عندي بتساوي كونستانت، اذا بالتالي اقدر اطبق قوانين الحركه. لو قال لي الجسم ده بيتحرك بيونيفورم روتيشن، يعني الفلوستي هي اللي كونستانت او الاوميجا هي اللي كونستانت، فبالتالي لما يكون الاوميجا كونستانت يبقى تفاضل الاوميجا بالنسبه للزمن بتساوي صفر اللي هي الالفا. اذا الالفا بتساوي صفر، وطالما الالفا بتساوي صفر لو جيت عوضت هنا بالفا بتساوي صفر يبقى الترم ده كله راح. يبقى السيتا ناقص سيتا نوت بتساوي اوميجا نوت في تي، او ان السيتا تساوي او ادي السيتا نوت دي الناحيه الثانيه يبقى عباره عن سيتا نوت زائد الفا اوميجا في تي، لان الترم ده بقى قيمته الالفا بتساوي صفر. مثال 5-1 بيقول لي لود بي is connected to the double pulley by one of the two inextensible cable shown. بيقول لي في لود بي ده متصل بدبل بولي، اتنين بولي يعني كده بالشكل دون كده محطوطين على اكس كابل واحد كده او اكس واحد كده، زي ما انت شايف كده. The motion of a body is controlled by cable C. الحركة بتاعت البولي دي متحكمة او بيتحكم فيها الكابل C ده. Which has a constant acceleration of 225 مليمتر بير سكند تربيع and the initial velocity of 300 مليمتر بير سكند. بيقول لي ان الاكسلريشن كونستانت بتاعت السي دي كونستانت بمقدار 225 ملم بالسكند تربيع، بانيشال فيلوستي يعني السرعه الابتدائيه بتاعتي مقدارها
300 ملي متر بير سكند. بوز دايركتد تو ذا رايت، الاثنين ناحيه اليمين، يعني الكابل سي ده بيشد بعجله كونستانت مقدارها 225 ملي متر بير سكند تربيع، وبسرعه انيشال فيلوسيتي وسرعه ابتدائيه مقدارها 300 ملي متر بير سكند بير سكند. Determine the number of revolution، عايز يوجد عدد اللفات بتاعت البولي دي into second، بعد ثانيتين. بعد ثانيتين يبقى لفة كام؟ لفة كام revolution؟ المطلوب التاني عايز the velocity and the change in the position of the load B after 2 second، عايز يوجد السرعة بتاعت اللود B دي والتغير في البوزيشن بتاعه، هيتغير البوزيشن مقدار قد ايه بعد ثانيتين. المطلوب التاني عايز the acceleration of point B on the rim of the inner body at t بيساوي صفر، عايز يوجد العجلة بتاعت النقطة دي عند زمن t بيساوي صفر أو عند بداية الحركة يعني. طيب هبص ألاقي كده عند النقطة، بص لنقل النقطة سي دي أو الرام ده الكابل دون متصل ما بينه وما بين البولي عند النقطة دي، يعني ما بينها وما بين متصل ما بين ما بين البولي عند النقطة دي. طيب أي نقطتين بيتصلوا مع بعض بيكون ليهم نفس السرعة ونفس العجلة التانجنت، فبالتالي سرعة سي هي نفس سرعة دي للبولي، وبالتالي العجلة سي هي نفس العجلة التانجنت للبولي دي، فبالتالي يبقى عندي عجلة سي هي نفس العجلة التانجنت بتاعت البولي اللي هي مقدارها 225 ملم متر بالسكند للتربيع، ودي كونستانت. وعجلة سي هي نفس العجلة بتاعت النقطة دي اللي هي اللي على البولي بتساوي 300 ملي متر بير سكند، عندي التايم بتساوي صفر، عايز عدد اللفات لما تي بتساوي 2، عايز سرعة بي والتغير في البوزيشن بتاع بي اللي هي هنقول ان هو مثلا هيتغير بدلتا واي بعد ثانيتين، وعايز العجلة بتاعت دي لما تي بتساوي صفر. طيب اول حاجة ان انا عندي السرعة عند النقطة سي بتروح ناحية اليمين، فبالتالي من خلال الرسمة دي كده هقدر احدد طالما السرعة بتاعت الكابل دي رايحة لليمين، اذا البولي دي لازم تلف في اتجاه عقارب الساعة، دي هتشدها لكده، فبالتالي دي هتبدأ تتحرك في اتجاه عقارب الساعة، ولما ده يتحرك في اتجاه عقارب الساعة اللود ده هيطلع لأعلى، دي هتلف كده واللود ده هيبدأ يطلع لأعلى. طيب يبقى اذا الاوميجا هتلف في اتجاه عقارب الساعة، وطالما ما قالش ان طالما ما قالش ان العجله دي هتقل، العجله كونستانت والسرعه هي اللي هتبدا تزيد، اذا الالفا دي هي كمان اتجاه هي نفس اتجاه الاوميجا والاثنين في اتجاه عقارب الساعه. طيب لو انا عايز ان عندي السرعه دي وعندي العجله التانجنت دي، اذا من خلال السرعه دي والعجله التانجنت دي اقدر اجيب قيمه الفا وقيمه اوميجا. من العجله دي سرعة دي بتساوي ايه؟ لو انا عايز نسيبها للنقطة ايه الفيكسد بوينت دي؟ يبقى سرعة دي بتساوي سرعة ايه زائد سرعة دي بالنسبة لايه؟ وطبعا سرعة ايه بكام؟ بصفر، انا هلف حوالين ايه؟ يبقى مفيش ترانسليشن، مفيش غير روتيشن فقط. اذا سرعة دي هتساوي اوميجا كروس ار، او بتساوي اوميجا في ار، وابقى عارف اتجاهها. انا عارف اتجاه السرعة دي هتبقى فين؟ عمودي على دي ايه وفي اتجاه الاوميجا اللي هو في الاتجاه ده، اذا بي دي هتبقى نفس الاتجاه ده كده، الاوميجا هتبقى في الاتجاه عقارب الساعه كده، وده دي اي ده راسي كده بالشكل ده، اذا الفي هتبقى في اتجاه الاوميجا كده وعمودي على اللينك ده، اذا الفي دي اللي هي بتساوي في سي هتبقى في نفس الاتجاه اللي هو واحد ناحيه اليمين دي. طيب اذا اقدر اجيب الاوميجا الابتدائيه اللي هي عند السرعه الابتدائيه اوميجا نوت هتساوي ايه؟ ال V بتاعت C او بتاعت D اللي هما متساويين على ال R، وال R عندي هنا هو مديالي ب 75 ملم هي ال inner دي اللي جوه دي، فبالتالي اقدر اجيب اوميجا نوت تطلع بتساوي 4 راد بير سكند، واتجاهها ايضا احنا عارفين ان هي اتجاهها هتبقى في اتجاه عقارب الساعة. طيب من خلال العجلة التانجنت هي العجلة النقطة دي هي العجلة هي هي العجلة بتاعت C، وانا عندي العجله التانجنت دي بتساوي ايه؟ اي عجله تانجنت عباره عن الفا كروس ار، او بتساوي الفا في ار، وابقى عارف اتجاهها عمودي على الار وفي اتجاه الالفا. طيب انا عارف ان الالفا في اتجاه عقارب الساعه والار عارف ان هي راسي، اذا العجله التانجنت عندي هتبقى في الاتجاه ده. تمام طيب كده، ويبقى عايز اجيب بقى انا معايا قيمه العجله التانجنت ومعايا قيمه الار، من هنا اقدر احصل على الفا اللي هي عباره عن عجله التانجنت لما بتضرب 225
مليمتر بير سكند التربيع وهي كونستانت، على الار اللي هي الانر راديوس اللي هو كام 75. اذا بالتالي الالفا هتطلع بيساوي 3 راد بير سكند تربيع، واتجاهها في اتجاه عقارب الساعه. تمام كده، دي الرسمه الخاصه بان انا لو انا عندي السرعه في دي يبقى دي النقطه دي يبقى ليها نفس السرعه في دي، واتجاهها يبقى عمودي على اللينك ده اهو، يبقى الفي دي بيساوي الفي سي اللي هي عباره عن اوميجا في ار، والاوميجا عندي في الاتجاه ده، اذا السرعه عموديه على اللينك في اتجاه الحركه ده. والعجله التانجنت ايضا هي كمان هتبقى في اتجاه الالفا اللي هي في اتجاه ده، وعموديه على اللينك دي ايه ده، يبقى العجله التانجنت عموديه في الاتجاه ده كده مش ورا، لان الالفا في الاتجاه ده في اتجاه عقارب الساعه. طيب بما انه بيتحرك بيونيفورم اكسلريشن لان قيمه العجله عندي كونستانت، يبقى اقدر اطبق معادله الحركه اللي هي الثيتا او الاكس، زي ما كنا بنقول الاكس بيساوي في نوت تي زائد نص اي تي تربيع، يبقى الثيتا ناقص ثيتا نوت، طبعا لو ما عنديش ثيتا نوت يبقى قيمتها بصفر، يبقى الثيتا بيساوي اوميجا نوت في تي زائد نص الفا في تي تربيع. معايا اوميجا نوت اللي هي باربعه، ومعايا التي اللي هو عايزها بعد ثانيتين، ومعايا الالفا من هنا اقدر احصل على قيمة السيتا، هو قطع زاوية مقدرها قد ايه؟ السيتا مقدارها قد ايه؟ طلعت 14 ريت. طيب انا عندي ان اللفة الواحدة الواحدة ريفوليوشن يساوي كام بالريد؟ يساوي لفة كاملة اللي هي 2 باي بالريد. اذا بالتالي 14 ريد يديني كام ريفوليوشن؟ طبعا طرفين في وسطين، يبقى 14 في 1 ريفوليوشن على ال 2 باي بالريد يديني بيساوي 2.23 ريفوليوشن. اذا ده لف لفتين وتلاتة وعشرين من مية من اللفة كمان عدد لفات، يبقى الـ number of revolution يطلع بيساوي 2.23 revolution. طيب أنا عندي كمان أوميجا، لو أنا عايز أجيب الأوميجا بعد ثانيتين، فيبقى أنا ممكن أستخدم أيضا قانون الحركة إن الألفا كونستانت، يبقى أنا عندي أوميجا بيساوي أوميجا نوت زائد الألفا في تي بعد ثانيتين، يبقى أوميجا بعد ثانيتين بيساوي أوميجا نوت زائد الألفا في تي، معايا الاوميجا نوت باربعة اللي لسه جايبها من شوية، والالفا عندي لسه جايبها بتلاتة برضو، والزمن بعد زمن ثانيتين تديني الاوميجا بعد ثانيتين بتساوي 10 راد بير سكند، وبرضو اتجاه هي نفس اتجاه الاوميجا. المطلوب التاني عايز يوجد سرعة النقطة اي او سرعة سوري سرعة النقطة بي. طيب ما انا عندي بي على نفس خط النقطة اي اللي هي متصلة ما بين البولي بس الاوتر والحبل ده، فبالتالي لو انا قدرت احصل على سرعه اي هتبقى هي نفس سرعه بي. طيب عشان اجيب سرعه اي هي بتلف حوالين اي، انا هنسب الاي للنقطه ثابته وليكن نقطه اي دي، يبقى سرعه اي بتساوي سرعه اي زائد سرعه اي بالنسبه لاي، دي الترانسليشن ودول روتيشن. طبعا ما فيش ترانسليشن للنقطه اي لان هي هيلف الجسم حواليها نفسه، فيبقى سرعه اي بتساوي صفر، يبقى في اي بتساوي في اي بالنسبه لاي اللي هي عباره عن الروتيشن فقط، اللي هي عباره عن اوميجا كروس الار او اوميجا في ار وقع في اتجاهها. اوميجا بعد ثانيتين، بقى انا عايز اجيب السرعه بعد ثانيتين، فيبقى السرعه بعد ثانيتين بتساوي اوميجا بعد ثانيتين في الار، ار من اللي فين؟ ار اي بالنسبه لاي، او الار ما بين الار ما بين النقطتين اي واي، اي واي. انا عندي المسافه دي موجوده، وعندي الاوميجا 2 اللي لسه جايبها، اضربهم مع بعض ضرب عادي يديني عباره عن 1250 مليمتر بير سكند. طيب اتجاهها فين؟ انا عارف ان الاوميجا بتلف في اتجاه عقارب الساعه، اذا الاوميجا الاعلى كده، طيب يبقى الفي عموديه على ده وفي اتجاه الاوميجا، يبقى هي اتجاهها الاعلى بالشكل ده كده، ان الاوميجا كده اهي، والاي اي في الاتجاه ده كده افقي، اذا الفي اي هتبقى راسي والاعلى بالشكل اللي انت شايفه ده كده. طيب تعالى بقى كده نشوف انا عايز ده ارتفع بمقدار قد ايه بعد ثانيتين. طيب هو مش بعد ثانيتين كنت انا قدرت اجيب النمبر اوف ريفوليوشن، لف لفتين وشويه يعني كام بالراد؟ 14، يعني السيتا دي 14 راد. طيب السيتا دي 14 راد، طب مش انا عندي قانون برضو بيقول لي ان انا لو قدرت احصل على المحيط ده، المحيط ده بيساوي ار في سيتا، وانا معايا قيمه ار اللي هي الطول ده، ومعايا قيمه سيتا لسه جايبها، اذا ده جيب المحيط ده، مش المحيط ده هو نفس القيمه اللي هيرتفعها اللود بي ده؟ اللود بي ده اللي هو بالشكل ده كده، لو لفيت شويه كده شويه المحيط اللي هيمشي فيهم كده هو الكابل ده اللي هيلف عليه هنا كده، فبالتالي المحيط جزء من المحيط ده هو نفس الارتفاع اللي هيسحبه الكابل ده الاعلى،
فبالتالي يبقى الار سيتا ده المحيط دون او الجزء بتاع المحيط دون هي قيمه الدلتا واي. يبقى الدلتا واي هي عباره عن ار في سيتا، اللي هي عباره عن 125 في 125، دي اللي هي الار السيتا في الار، سوري الار قيمتها ب 125، والسيتا اللي انا كنت لسه جايبها من شويه ب 14 تطلع بسبب 1750 ملي متر. طبعا هو طالما الاوميجا بتلف في الاتجاه ده، اذا اللود ده هيطلع لاعلى في الاتجاه ده. طيب المطلوب التالت هو عايز يوجد العجله بتاعت النقطه دي. طب عشان اجيب العجله بتاعت النقطه دي، انا ممكن انسب العجله بتاعت دي للعجله بتاعت ايه. يبقى عجله دي تساوي عجله ايه زائد عجله دي بالنسبه لايه. طبعا مفيش عجله لايه، لان الايه مش هيحصل لها ترانسليشن، ما الجزء ده خاص بالترانسليشن، فالايه مش هيحصل لها ترانسليشن، هي الايه الجسم هيلف روتيشن حوالين الايه. يبقى ار دي بالنسبه لايه ده جزء الروتيشن. فيبقى عندي عجله دي هي عباره عن عجله دي بالنسبه لايه. عجله دي بالنسبه لايه الجزء الروتيشن ده جزء بينقسم نورمال وجزء بينقسم تانجنت. فانا ممكن ارسمها بالشكل ده كده، اللي هي ما بين الدي والاي، اعتبر ان هي زي لينك كده وبيلف باوميجا في الاتجاه ده، لان انا عارف ان الاوميجا في اتجاه عقارب الساعه. يبقى عندي جزء عجله دي بالنسبه لايه تانجنت عموديه على اللينك ده، وفي اتجاه الالفا، يبقى هي في اتجاهها هي الاتجاه الرأسي ده كده الافقي ده. والنورمال اي دي بالنسبه لايه نورمال، يبقى النورمال بجيبها ازاي من النقطه وانا واتجاهها رايح للسنتر. يبقى العجله النورمال في اتجاه الراس كده ومن اعلى لاسفل بالشكل ده كده، من النقطه دي رايحه للنقطه دي. خلاص يبقى انا كده عرفت اتجاهات الاثنين دول، فاضل لي المقدار. طيب الاي نورمال هو هي عباره عن اوميجا كروس اوميجا كروس ار، او اوميجا اوميجا كروس الفي، او ان انا عايز اجيبها ضرب عادي خالص، يبقى اوميجا تربيع في ار او اوميجا في. الاوميجا هو عايزها عند طبعا تايم بيساوي صفر، يبقى انا هستخدم الاوميجا اللي عند الزمن بيساوي صفر، يبقى اوميجا تربيع عند تي بيساوي صفر في الار ما بينهم اللي هي ار من الدي للاي، تطلع بتساوي 300 ملي متر بالسكند تربيع. طبعا النورمال هيبقى فين اتجاهها؟ هيبقى اتجاهها الاسفل من النقطه دي رايحه للنقطه اي، رايحه للسنتر ده. التانجنت عباره عن الفا كروس ار، او ان انا جايبها ماجنتيود على طول الفا في ار وابقى عارف اتجاهها. الفا انا لسه جايبها الفا كونستنت طبعا، اضربها في قيمه الار من الاي للدي، هتطلع لك مساوي 225 ملي متر بالسكند تربيع ايضا، ولكن اتجاهها هيبقى فين؟ عمودي على اللينك ده، او عمودي على الخط الواصل ما بين الدي والاي، وفي اتجاه الالفا، يبقى هو اتجاهها هو رايح ناحيه اليمين بالشكل ده كده. يبقى كده جبت العجله النورمال والعجله التانجنت. ويبقى العجله الكليه بتاعت الدي بالنسبه لاي اللي هي بتساوي اي دي اصلا، عباره عن الجذر التربيعي لمربعاته. ولو انا عايز اجيب الزاويه اللي ما بينهم، انا عارف ان التانجنت كده والنورمال كده، فيبقى العجله الكليه كده في الاتجاه ده. لو قلت ان هتعمل زاويه مع الافقي وليكن اسمها فاي، يبقى تان فاي دي بتساوي المقابل اللي هو النورمال على المجاور اللي هو التانجنت، وبالتالي من هنا اقدر احصل على قيمه فاي الزاويه اللي ما بينها، او اللي بتعملها العجله دي اللي هي بتتكون من العجله دي بالنسبه لايه اللي هي الجزء الخاص بالروتيشن فقط، لان ما كانش فيه ترانسليشن. مسألة تانية بيقول لي إذا بنت رود A B C D E rotating about the line joining points A and E with the angular velocity is 9 rad per second and increasing at rate of 45 rad per second تربيع. المسألة دي بيديني مسألة بيبقى في 3 dimension، وطالما اديني المسألة في 3 dimension لازم أضرب ضرب كروس، لأن أنا ما بشتغلش على بلين، أنا بشتغل في 3 dimension، فكل حاجة هتبقى عندي بالنسبة لي ضرب عبارة عن ضرب كروس. فبيقول لي ان في حديده متنيه بالشكل اللي انت شايفه ده كده متصله بالنقطتين، او هتلف حوالين النقطتين A و E، بيلف حوالين النقطتين A و E بانجولار فيلوسيتي اللي هي اوميجا بمقدارها 9 راد بير سكند، وبتزيد العجله بمقدار 45 راد بير سكند. يبقى الالفا موجبه، وهتبقى طالما موجبه يبقى في نفس اتجاه الاوميجا ومقدارها 45 راد بير سكند تربيع. بلوك نوم جذب the rotation is clockwise as view as viewed from E. بيقول لك لو انت يعني بصيت من النقطة E هتلاقي ان الروتيشن في اتجاه عقارب الساعة. يعني ايه؟ يعني انا لو بصيت كده، لو انا رسمت خط كده هو يلف حوالين النقطة E E، يعني الجسم ده كله هيلف حوالين اللاين E E كده بالشكل ده كده.
فبيقول لك لو انت بصيت من نقطة ايه، اكنك واقف هنا كده، لو بصيت من نقطة ايه هتلاقي ان الجسم ده بيلف في اتجاه عقارب الساعة. اوجد الفيلوسيتي والاكسلريشن بتاع الكورنر بي، عايز الفيلوسيتي والاكسلريشن بتاع النقطة بي دي. طيب انا هستفاد ايه من ان انا لو بصيت من النقطة ايه؟ لو انا بصيت من النقطة ايه هعرف اتجاه الاوميجا. هل اتجاه الاوميجا دي من ايه لايه ولا من ايه لايه عشان اقدر اجيب اتجاه الاوميجا كدايركشن واتجاه الالفا كدايركشن؟ لو انا بصيت من النقطة ايه هلاقي، بيقول لي ان انا لو بصيت من النقطة ايه كده كأني باصص من النقطة ايه، هلاقي ان الدوران في اتجاه عقارب الساعة. اذا بالتالي اقدر استخدم قاعدة اليد اليمنى، احط ايدي او بطن ايدي كلها على الخط اي بي اي ايه ده كده، والف ايدي في اتجاه عقارب الساعة. ابص الاقي ان الصابع ده مديني اتجاه، هو اتجاه من الاي للاي. اذا الاوميجا بتاعتي تعتبر من الاي للاي، الاوميجا بتاعتي تبقى اتجاهها ميايل من الاي للاي، زي ما كنت بعمل بالظبط لو اداني مومنت وكنت عايز اعرف المومنت ده بيلف في انهي اتجاه، فكنت بستخدم قاعدة اليد اليمنى عشان اعرف المومنت ده من الاي للاي ولا من الاي للاي. طبعا لو استخدمت قاعدة اليد اليمنى من النقطة اي، لو انا باصص للنقطة اي هلاقي ان ايديا بتلف في الاتجاه ده وصابعي رايح من الاي للاي، يبقى عندي الاوميجا والالفا اللي هي في نفس الاتجاه كلهم اتجاههم عبارة عن اي لاي. في المسألة اللي زي دي عشان اجيب الفلوست والاكسلريشن محتاج اجيب احداثيات النقطة اللي هشتغل عليها. انا كام نقطة هشتغل عليها؟ عايز نقطة اي ونقطة اي لان انا هجيب الفا اي اي، وعايز كمان النقطة بي اللي انا هجيب عندها السرعة والعجلة. فانا عندي احداث النقطة ايه، انا ناسب ده الصفر وصفر بتاعي، فيبقى انا عندي النقطة ايه بتبعد في اتجاه الاكس طبعا بصفر، هي في اتجاه الواي فقط بمقدار 400 ملي متر او 4 من 10، وفي اتجاه الزد موجب زد بمقدار 2 من 10 او 200. وعندي النقطة بي برضه هتبقى باكس بصفر، اتجاه الواي ب15 من 100، وفي اتجاه الزد ب2 من 10. النقطة اي على خط الاكس فبيبقى ليها اكس فقط اللي هي 400 ملم او 4 من 10 وصفر وصفر. انا كده جبت احداثيات النقط بتاعتي دي، اول حاجة لازم اعرفها. كمان اعرف اتجاه الاوميجا واتجاه الالفا من خلال معطيات المسألة، يبقى انا كده عرفت الاوميجا من الاي للاي والالفا من الاي للاي. طيب انا كده محتاج اجيب قيمة اوميجا والفا كدايركشن عشان اقدر اصل على قيمة السرعة بتاعت اي البي والعجله بتاعه بي. طيب لو انا جبت عايز اجيب السرعه بي، اقدر انسبها لنقطه اي نقطه على الخط اللي كان واصل بي اللي هو الخط اي اي، يبقى اقدر انسب البي لان اي نقطه على الخط اي اي ده السرعه بتاعتها الترانسليشن بتاعتها بصفر، لان هيحصل الجسم كله هيلف حوالين الخط اي اي. طب اسهل نقطتين ايه؟ المعطيين يا اي يا اي، فانا ممكن انسب النقطه بي وليكن للنقطه اي، يبقى سرعه بي تساوي سرعة A زائد سرعة B بالنسبة لـ A. واحد يقول لي لا أنا عايز أنسبها لـ E، مفيش مشكلة، يبقى سرعة B بتساوي سرعة E زائد سرعة B بالنسبة لـ E. تمام كده؟ طيب أنا سرعة لو أنا هنسبها بالنسبة لـ E، طب أنا عندي سرعة A بكام؟ بصفر، مش هيحصل ترانسليشن لـ A. A الجزء ده هو الترانسليشن، مش هيحصل ترانسليشن عندي، هيحصل إيه فقط؟ هيحصل روتيشن. طيب عشان أجيب الـ VB بالنسبة لـ A ده هي عبارة عن قيمة الأوميجا اللي بيلف بيها النقطة اللي هتلف بيها النقطة بي في المسافة ما بينهم اللي هي ار بي بالنسبة لـ A أو ار اي بي. يبقى أنا سرعة بي الجزء ده بقى بصفر، يبقى في بي بالنسبة لـ A اللي هي عبارة عن أوميجا بتاعت الـ اي اي في ار اي اي، أو الأوميجا بتاع اللي هي اللي عندي دي في الـ ار بي بالنسبة لـ A اللي هي عبارة عن ار اي بي. ار بي بالنسبة لـ A هي ار اي بي أو إحداث الـ بي ناقص إحداث الـ A. طيب تعالى كده، اول حاجه اوميجا انا عرفت ان اوميجا اتجاهها من الاي للاي، يبقى انا عايز اجيبها كدايركشن هي عباره عن الماجنيتيود بتاع الاوميجا في لندا الاي اي. طيب الاوميجا الماجنيتيود بتاعها 9، لندا الاي اي اللي هي عباره عن الفيكتور بتاع الاي اي اللي هو عباره عن احداث الاي ناقص احداث الاي، اي ناقص اي يبقى 0 ناقص 4 من 10 يبقى سالب 4 من 10، ده في اتجاه الاي، و4 من 10 ناقص 0 يبقى موجب 4 من 10 في اتجاه الجي، 2 من 10 ناقص 0 يبقى يساوي 2 من 10 في اتجاه جي، على الجزء التربيعي للمربعات الكلام ده. يطلع لي الاوميجا بالشكل ده، سالب 6 من 10 اي، 6 من 10 جي، 3 من 10 كي. طيب ار اي بي هي عباره عن احداث البي ناقص الاي، البي ناقص الاي يبقى 0 في اتجاه الاي،
و5 15% ناقص 4 من 10 يديني سالب 25% جي، وطبعا 2 من 10 ناقص 2 من 10 يديني صفر في اتجاه كي. اذا بالتالي الفي بي ده اللي هي تطلع بتساوي في بي بالنسبه للاي اللي هي عباره عن اوميجا كروس الار. عشان اضرب اوميجا كروس الار بعمل الفيكتور، لو انت فاكرين الماتريكس دي لو المحدد ده هو عباره عن اي جي كي، احط الصف الاولاني الصف الثاني ده عندي هي عباره عن قيمه المتجه الاولاني اللي هي الاوميجا، يبقى سالب 6 من 10 او 6 و3. والصف الثالث ده احط المضروب الثاني اللي هو الار اللي هي عباره عن 0 وسالب 25% و0، واضربهم مع بعض افك المحدد ده، باخد الاي والغي الصف والعمود واضرب طرفين في وسطين، ناقص الجي ناقص خلي بالك هنا الجي، والغي الصف والعمود واضرب طرفين في وسطين، وبنفس الطريقه بالنسبه للكي تطلع لي الفي بي بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب يبقى انا بعد كده اجيب العجله، عشان اجيب عجله بي انسبها ايضا لنقطه تانيه معلومه العجله وليكن عجله ايه، فيبقى عجله بي بتساوي عجله ايه زائد عجله بي بالنسبه لايه. عجله ايه ده جزء الترانسليشن، وطبعا العجله ايه الترانسليشن بكام؟ بصفر. النقطه ايه مش هتتحرك ترانسليشن، هيحصل روتيشن حوالينها، فبالتالي يبقى الجسم ده بصفر، يبقى بقى العجله بي بالنسبه لايه. وعجله بي بالنسبه لايه دي جزء منها نورمال وجزء منها تانجنت، ما هي عجله بي دي بقت عجله بي بالنسبه لايه، يبقى عجله بي دي هي دي بتساوي دي دي، يبقى ليه جزء منها نورمال وجزء منها تانجنت. عشان اجيب التانجنت هي عباره عن الفا في ار. طب يبقى انا محتاج اجيب قيمه الفا، الفا انا عرفت اتجاهها الفا من الاي للاي، يبقى عشان اجيبها كدايركشن يبقى عباره عن قيمه الفا في لندا الاي اي، وانا لسه جايب لندا الاي اي اضربها في الالفا اللي هي 45، اقدر احصل على قيمه الفا كدايركشن اللي هي هتطلع لي بالشكل ده سالب 30 و30 و15. فبالتالي العجله التانجنت هي عباره عن الفا كروس الار، يبقى انا هعمل المحدد بتاعي ارص الاول الفا قيمه الناتج اللي طلع من هنا اللي هو ده، واضرب الار، انا لسه جايب الار بالشكل ده 0 وسالب 25% و0، يطلع لي العجله التانجنت زي ما انت شايف كده بالشكل ده اي وجي وكي. طيب العجله النورمال بتساوي اوميجا كروس في او اوميجا كروس اوميجا كروس ار، بس انا جايب الفي كدايركشن فخلاص انا ممكن اضرب الاوميجا كروس الفي مباشرة، يبقى انا هرص الصف التاني بتاعي هي قيمة الاوميجا، ورص الصف التالت هي قيمة الفي اللي انا لسه طالعها من شوية، واخلص المحدد ده يطلع لي العجلة التانجنت هي في الشكل ده كده. اذا العجلة الكلية عبارة عن العجلة النورمال زائد العجلة التانجنت، يبقى انا هجمع الاي مع الاي، وهجمع الجي مع الجي، وهجمع الكي مع الكي، وبالتالي هتطلع لي العجلة التانجنت العجلة بتاعت بي كلها، او العجلة بي بالنسبة لاي، او العجلة اللي هيحصل فيها روتيشن حوالين النقطة E نتيجة العجلة B، هتطلع لي بتساوي الشكل اللي انت شايفه ده 12.75 من 100 I، 11.25 من 100 G، و3 في اتجاه الكي.